مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. قال موسى النبي قديما: أفنينا سنينك قصة. معي في الاستوديو المرنم الحبيب منير حبيب. قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في أماني وسلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيه. حاسسها في أماني سلامي وضماني، ضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيه، الحلوة اللي فيه. بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا سواء عن طريق إرسال خطابات أو بيتصلوا بينا تليفونيا أو بيرسلوا لنا رسائل SMS تليفونية أو بيزوروا موقعنا على شبكة الإنترنت. موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com. تقدر كمان عن طريق الفيسبوك تزورنا في جروب حياتك في قصة Your Life in a Story. قصتنا النهاردة قصة رائعة، قصة حقيقية من الكتاب المقدس، قصة بعنوان 5 أرغفة و2 سمكتان. والقصة بتاعت النهاردة واحدة من المعجزات اللي صنعها الرب يسوع المسيح. هقرأ لك بعض الأعداد من إنجيل يوحنا وأصحاح 6 ومن عدد 5. فرفع يسوع عينيه ونظر إن جمعا كثيرا مقبلا إليه، فقال لفيلبس: من أين نبتاع خبز ليأكل هؤلاء؟ اسمع الحلاوة بتاعت القصة. إنما قال هذا ليمتحنه. الرب يسوع كان عايز يشجع إيمان فيلبس لأنه علم ما هو مزمع أن يفعل. المسيح كان عارف هيعمل إيه. أجابه فيلبس: لا يكفيهم خبز ب200 دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا، حتى صغيرة كده زي القرص زي التابلت. قال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو السمعان: هنا غلام معه 5 أرغفة شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ الاثنين للأسف ما نجحوش في الامتحان. قال يسوع: اجعلوا الناس يتكئون. وكان في المكان عجب كثير، فاتكأ الرجال وعددهم نحو 5000 رجل. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. معجزة عظيمة. فلما شبعوا قالوا لتلاميذه: اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيئا. فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. قصة النهاردة مشهورة جدا، وبالمناسبة في نظري أن القصة دي هي أهم قصة وأهم معجزة من معجزات المسيح كلها. تقول لي لا في معجزات أهم، هقول لك ليه. بس المعجزة دي هي المعجزة الوحيدة اللي ذكرت في الأربع أناجيل، فهي مهمة وهي معجزة خلق. المسيح صنعها كالله الخالق وصنعت أمام الآلاف، أكثر من 20,000 شخص، لأن 5,000 ما عدا النساء والأولاد. الرب يسوع شاف الناس جعانين، سأل فيلبس قال له: نجيب منين؟ فيلبس لأنه محتار، الرب يقول له منين؟ يعني من أي مكان؟ هو حسبها بالفلوس. هل يعني كأن الرب يسوع سأله نجيب بكام؟ فجاوب على سؤال غلط. المهم قال له ده ما يكفهمش خبز ب200 دينار، كل واحد ياخد حتة صغيرة. وإندراوس الحلو أخو بطرس قال: في ولد معاه 5 أرغفة و2 سمكتين، بس دول يقضوا إيه؟ والرب قال للتلاميذ يتكؤوا الجموع وعمل لهم أكلة رائعة، والباقي كان 12 قفة. أتذكر كنت بأحكي القصة دي في أحد الوعظات في ضيعة من الضياع الفقيرة البسيطة. وأتذكر فعلا أنه كان في راجل كده شاب يمكن سنه 18 سنة قاعد قدامي
وأنا بحكي القصة دي وكان أول مرة يسمعها. ولما قلت إن حوالي 20,000 واحد أكلوا من الخمس خبزات والسمكتين، الولد اعتقدني بضحك عليهم. كان لابس طاقية، طاقية، راح عمل الطاقية كده قال لي بصوت عالي في الكنيسة: أنت بتضحك علينا، جعلنا إحنا يعني ناس غباي. قلت له لا مش بضحك عليك. قال لي إزاي يعني السمكتين دول وخمس خبزات يجدوا الآلاف، جعلنا أنت صعايدة يعني؟ قلت له يا حبيبي دي قصة الرب يسوع بارك قال كيف باركهم؟ كيف يعني باركهم؟ قلت له يعني باركهم. قال لا باركهم يعني زودهم. قلت له عدل الطاقية. ما كملت القصة لغاية ما وصلت لل 12 جفة اللي بيجوا. أنا قلت إن بيجوا 12 جفة وده قلب الطاقية خالص. قال لي طب أنا قبلت إن 20,000 واحد ياكلوا من خمس ترغفة وسمكتين. طب وكيف يبقى 12 جفة؟ ده لو أنا حطيتهم الخمس ترغفة والسمكتين في ربع جفة ما يقضوش، يجي باقي منين؟ قلت له بركة ربنا الواد ما صدقش وقلب الطاقية وساب الاجتماع. قال لي بتضحك علينا أنت. دي حصلت معايا. بس عايز أقول لك عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، ممكن أنت كمان دلوقتي تكون قالب الطاقية وبتقول دي قصة خرافية. على أي حال سأستكمل مع قصة خمس خبزات وسمكتان بعد أن نستمتع بهذه الترنيمة الرائعة مع مرنمنا الحلو منير حبيب. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة. إن جود الله يدعو للسرور زمان الخير وفي وقت الشرور، فمتى أمست راح البلوى تدور، بركات الرب عدت شاكرا، بركات الرب عدت شاكرا، واعترف بالجود حتى في العناء كل صبح ومساء ذاكرا جوده السامي بحمد وثنا في ليالي الفقر والهم الآليم وزمان الضيق والخوف العظيم واضطرام البغض والجور الثمين. بركات الرب عدت شاكرا، بركات الرب عدت شاكرا، واعترف بالجود حتى في العناء كل صبح ومساء ذاكرا جوده السامي بحمد وثنا. ليست الرفعة حرزا من شقاء، لا ولا الأموال كنزا ذا بقاء، فلأن في التقى خير الغنى. بركات الرب عدت شاكرا، بركات الرب عدت شاكرا، واعترف بالجود حتى في العناء كل صبح ومساء ذاكرا جوده السامي بحمد وثنا. بركات الرب عدت شاكرا. هكذا استمعنا إلى هذه الترنيمة الحلوة مع مرنمنا منير حبيب. وبالمناسبة كلمة الشكر أو شاكرا هي كلمة السر في هذه المعجزة. ذكرت أن هذه المعجزة الوحيدة التي ذكرت في الأربع أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، لأنها معجزة خلق ولأنها بتتكلم على أن الكفاية في يسوع الذي يشبع، ليس الجسد فقط بل الروح. لأن بعد كده قال المسيح: أنا هو خبز الله النازل من السماء الواهب حياة للعالم، من يأكلني يحيا بي. واليهود قالوا يأكلوه، إيه الكلام ده؟ قال: الكلام الذي أنا أكلمكم به هو روح وحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش. عارف يعني ايه يجوع ويعطش؟ انا كنت عايز اتكلم في المعجزه بس معلش خلينا نبدا كده. الانسان جواه فراغ، الله خلق الانسان ولما سقط الانسان في الخطيه بقي جواه فراغ. هذا الفراغ لو حطيت فيه العالم كله، زي ما قال مرنم حلو ناصف صبحي في ترنيمه الفه، قال لو حطوا العالم
في كفي مش ممكن ابدا هيكفي. يعني اللي عنده بيوت مثلا يحتاج اكتر، اللي معاه افخم عربيه يقول لك عايز اكتر، اللي معاه مليارات من الدولارات يقول لك عايز اكتر. الانسان جواه فراغ وما يشبعوش، قالوا القلب زي مثلث، عارف طبعا التامل ده، لو حطيت فيه الكره الارضيه يبقى فيه ثلاث فراغات، لكن لو حطيت فيه الله الواحد المثلث الاقانيم الله وحده اللي يكفي. كلمة السر في المعجزة دي إن يسوع شكر، حتى لما الناس جم بعد كده يقول لك فجاءوا إلى حيث شكر يسوع، يعني الروح القدس اختصر كل اللي حصل في كلمة الشكر. هل أنت شاكر أم متذمر؟ التذمر من أشر الخطايا، ما فيش في الكتاب خطايا كبيرة ولا خطايا صغيرة، بس التذمر وعدم الاكتفاء خطية رهيبة. عارف ليه؟ عشان بتقول لربنا انت مش واخد بالك. عايز اشارككم في عجالة في ثلاث افكار محددة. الفكرة الاولى مرض وجوع. لما تعمل مقارنة بين القصة في الاربع اناجيل تشوف حالة الناس دولة. واحد انهم كانوا مرضى جايين له علشان يعيش فيهم. اثنين كانوا في تشتت وضياع. ثلاثة كانوا في قفر ما عندهمش بيت في الوقت ده. رابع حاجة كان النهار بدأ يميل. خامس حاجة كانوا جعانين بلا طعام. سادس حاجة كانوا حزانة رغم ان الفصح وقت الفرح جه لكن ما كانوش فرحانين. سابع حاجة التلاميذ ما يقدروش يشبعوهم. سباعية عجيبة، صورة للانسان في بعده عن الله، مرض وجوع. لكن في وليمة يسوع، ما اروع الوليمة اللي عملها لهم. طبعا وقت ما يقضيش، بس هو عمل لهم ما يسمى بالاوبن فيه، تسمع الاوبن فيه، وكمان مطعم اوبن اير، يعني خدهم على بحيرة طبرية وكان الجو ربيع لأنه الفصح ده في الربيع، ويقول لك كان في المكان عشب كثير، دنيا خضرة كده، وقعدهم بانتظام صفوف خمسينات ومئات، وكل على قد ما تقدر سمك بقى، وأنا متأكد السمكتين دول بقيوا كأنهم بلطي وبوري وجمبري وكل أنواع السمك، مكرونة في سمك، كل أنواع السمك وسلمون وتونة وكل الأنواع. إيه الحلاوة دي؟ شبعوا، خدوا تاني. ما طبعا الجو حلو وربيع. لكن أخيرا النقطة الثالثة والأخيرة، في تجاوب الجموع. خدوه علشان يخلوه ملك، خطفوه عايزين يخطفوا المسيح يخلوه ملك، مرضيش، وقال لهم اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي. انتوا عايزيني ملك على معدتكم. هذا ارجوك اقرا يوحنا 6 مرتين. طبعا انا ما جبت سيره ازاي الرب سال فيلبس علشان يختبره، يعني الظروف الماديه دي سهله عليه قوي. منين؟ بكام؟ دي سهله على ربنا، اطلبه. وجم علشان يخلوه ملك على معدتهم، قال لهم لا، انا لازم امر وحدي الى الصليب. ذهب الى مكان وحده. وهذا معناه جميل يا احبائي، ان تشبع بالمسيح. هختم كلامي بالآية اللي قالها: أنا هو خبز الله النازل من السماء الواهب حياة للعالم. هل قلبك شبعان؟ إن كنت شبعان تتمتع بالقول. النفس الشبعانة تدوس العسل، دوس خطاياك واشبع بالمسيح واترك العالم وشهواته وعيش حياة القداسة. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في القصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج. برنامج حياتك في القصة بجد فرق معايا قوي، أنا متابعاه ومعيده بظبطه على الموبايل عشان ما انساهوش. البرنامج فوق الرائع، بيفرق في كل حاجة، في الاختبارات وفي الترانيم. أنا منساش حلقة بجد كانت فرقة معايا قوي، الحلقة دي كان فيها ترنيمة يلي سلمته قلبك. يلي ازاي يعني السمكتين دول وخمس خبزات يجدوا الآلاف؟ قال كيف باركهم؟ كيف يعني باركهم؟ قلت له يعني باركهم. قال لا، باركهم يعني زودهم. قلت له عدل الضجيج. الإنسان جواه فراغ وما يشبعوش، قالوا القلب زي مثلث، لو حطيت فيه الكرة الأرضية يبقى فيه ثلاث فراغات، لكن لو حطيت فيه الله الواحد المثلث الأقانيم الله وحده اللي يكفي. في المعجزة دي إن يسوع شكر. هل أنت شاكر؟ منين؟ بكام؟ دي سهلة على ربنا، اطلبه. بركات الرب عدت شاكرا، واعترف بالجود حتى في العالم.